سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم في قناه يوميات العبداويه وبناتها راح تقدم لكم كم العبداويه وصفه طرشي ولا اربع. هاي معاكم. السلام عليكم البنات، انا راح ندير لكم اليوم الطرشي. ها هو باكي، ها هو الفلفل تاعنا، ها هو الفلفل تاعنا. واش راح ديري فيه كامله ما راح ندير فيه الاخر؟ واش راح ها هو الفلفل، هاي الزرو اللي بغيت ندير فيها حبه زروديه شي جي باهي. هاي الثوم، الملح، الخل، وانا حنديرو والبيض واللحم في القرعه. هاي هي في القرعه اللي راح نديرو، باش القرعي هذو راهم يحفظوا على الطرشي. ديري في البلاره ولا الاخر نتاع البلاره تاكلو ديما، بصح هذا يقعد حتى للشتا، حتى للشتا باش يقعد لكم. هذا الاخر المسعي، القرعه نتاع المسعيده تحفظ على كيف على الفلفل. ها اليوم ها هو كي الفلفل، راح ندير لكم الفلفل طرشي كيما ما ندير با يعني ما ندير لا جديد لا قديم. هذا وين ربحت من ابو زيزه، انا جبت الفلفل هذا الاحمر راح ندير فيه الفلفلات برك. نديرو فيه الملح، الخل. يا البنات راهو عندي الطرشي تاع عاملو بالغير كان واحد ما ياكلو، راح نعتلكم ليكم. ندي زوج بيدونات نتاع الطرشي، تحكمو الفلفلة تاعكم وديرو لها خير، تحكمو الفلفلة حلوها في النص برك خير. خير في النص هاكا تضرب منها هاكا تتحلها. أما تكنزي كاين ما هي ها الناس نتساوى باش هاد الجبنة اللي في الفلفل انا كنهبطها في العلال، سلسلة ديال الصحن انا كايبها تكون باهي. خويا اللي يقولو هضرة لي الشعبية، خويا العربية، راح نهضرهم لكم في زوج، شعبية وعربية في نفس الوقت. بغيت نزيد اللوحة في الفلاولة تجوز مع ربي، شتي البيدونة باهية، باهية من الدار هاكي، باهية مزرعية. ها هو كي حنا البنات كيما راكم تشوفو رانا عبينا القرعة، زدنا درنا فيها الديترونش تاع الزرودية والثوم. هاي باش تجي قرعه باهيه. هاي هاي بسم الله. دوكا واش راح ديري؟ ندير الملح، بلي راح ندير ربع ثلاث مغارف ونشوف. البنات كيما راكم تشوفوا هنا الماء كيلنا بهذا الطاس، هذا المعروف تاع الكاع. لازم نعبيها له، نعبيها لهنا ماء ومن بعد نكملي لها بالخل. حبوا يشتي الملح والخل. لوحة البنات حتى بسم الله بسم الله. الطرشي هذا حتى هو صغر ولا ساعات؟ اي صح، كاين اللي يصلح له كاين اللي ما يصلحش. والله ساعات يصلح ساعات ما يصلحش، ما تقولوا لا هاك ولا هاك. سيدي الدماء وين وصل؟ ها هو هنايا، هاي القرعة البنات. ها قرعه راح اللوحه اوكل خطاش كبيره باش ما يلزقش. ها مع الخل وصلتنا هنايا. ها هي نروح نزيد الطاسه نزيد شويه ما برك. هنا البنات رانا زدنا كيلنا ثاني حتى يوصل لحجم معين. باهي نزيد لها شويه ملح، نزيد لها مغرف ربع مغرف ملح. هنا في بالنسبه للمقاس تاع البيدونه استعملنا هذه، والملح استهلكنا ربع ملاعق مع الماء. صافي الماء يوصلكم قولي هنايا، والخل نزيد. شوفي من بعد لك انا خص
خاص الملح نزيد له الملح. كي يهبط خاطر شرحت تهبط يهبط الماء ويهبط لاخر الفلفل. نحقر على ماء الباقي نلوح فيه كل ماء خل هاي الخل زيدي في الفوم على الخل على الملح هكذا من بعد زيد لها شويه زيت حتى باش ما يفسدش هاي باش ما يفسدش شويه ملح شويه ملح على فمو صافي عند فم القرع نزيدو شويه تاع الزيت ونزيدو رشه تاع الملح هاي شويه ملح ها نديرو العمل على ربي ربي يصلح ان شاء الله يصلح لنا ونلقاو ان شاء الله يصلحها ونعتذر لكم ها كيفاه نديرها باش تخلط ها دوك يبلي يهبط مازال خاطرش ما هبطش شوفوا البنات اخي كنت عبيتها حتى لهنا الفم دوك بديت نحرك فيها ونحرك شوفي وين وصل الماء صافي تزيدي نزيد الماء حتى يلحق الماء هنا ولا كان شت الزيت ما طلعتش الفوق نزيد له الزيت باش الزيت هذيك ما تخليش الهواء يدخلها هي ماش تروحي تلوحي فيها الماء برك وتخليها تروحي تحطيها ومن بعد الماء مادام يهبط مادام الفلفل يقعد ماهوش تحت الماء دوك هاني شوفي كيفاه ديروا لها هكا من الغدوه ثاني نزيد ندير لها هكا ها 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 شوفي الماء وين هبط دوك نزيد له الماء ونخلط ونعود نحل تقعدي حليها باش يخرج نفو خاطرش يبقى فيها نفو ما يفسد لك يولي يعود يغلي شافي دوك نعبيها ما زيدها تولي تطلع هاك زيدي لها الزيت ها تطلع دوك غدوه نزيد لها غدوه دوك ها نحرك باش يدخل الفلفل يدخل الماء الماء والخل هاي الماء والخل باش يدخلوا ها وين نزلها بدي تعبى مليح الماء والخل والملح ما يقدرش يطلع الفلفل فوق ما بالنسبة للبلاصة اللي يحطوها فيه سخونة باردة باردة تحطيها تحت السكاليات فوق السكاليات حاجة وين ما تلحقوش ما تلحقهاش السمش الشمس هاي ما تلحقش تستوى يشتي البرود وهنا البنات كما راكم تشوفوا راح ندير لكم هذاك الفلفل اللي يجي في الخيط من بعد تيبسوه تستعملوه في البربوشه في العيش هاي البربوشه شخشوخة الرخساس شخشوخة تاع الرخساس بغيتي تهرسيها بغيتي تلوحيها هكذاك ديروا الخيط على اربعه هاي ديروا الخيط باش ما يتقطع لكمش الخيط ها هنا صافي هنا في الدبوس هذا اي خاطر كي انا تبلي فيها هنا هاك كي يصير الفلفل يولي يفسد سدي يولي يفسد وما يصلحش احمر صافي انت هذا يزيد من بعد يحمر هي الفلفل اللي كان عاصي هو اللي يدير الكو الفلفل اللي ماهوش عاصي ما يديروش يفسد ما يصلحش كيف قلتي لي يما قلت لك جبتو من عند اختي هاك من البنات راكم تشوفوا جاك شغل سلسله ان شاء الله مع ولادها وربي يصلح لها ان شاء الله ولادها حنا مبكرين نمشيو على ولادنا ربي يصلح لها ولادها ان شاء الله ديرهم لها ربي ان شاء الله رجاله ونساء وراجلها كثر خيره هي هي لا راجلها كل ولادها ثاني ولدها وليدي شتي والبنات الله يحسبو فيهم خوهم ما كيف تربطوها من بعد البنات كي تكملو ديروها دائرية ولا كي تكون سلسلة تربطوها من بعد الحر دير ها البنات راح نديرو الكاكا معلقة هكا نعلقها صبري يا اما ديري له هكا شوفوا البنات الفيديو تاعي واش باهي درت لها السلسله تاع هنا ودا
هذا السنزلات صح تاع الهنود شاروخان وهذوك يقعدوا يمثلوا صح. البنات كما راكم تشوفوا اليوم كان فيديو قصير بصح مفيد جدا، الناس تتعلم بزاف. لي طلبوا طلبيه الطرشي ولا بوفجخنوم مودرنا الفلفل البنات حتى علقيه وحطيه في دارك مليح الفلفل في الدار يتعلق، الناس كل تعلق الفلفل، العين تعلق الاخر سمو ديروا علقوا فيها تعلقوا لداركم فيها طبخوا به مليح الشخشوخه مليح العيش مليح البربوشه نتاع الحليب. بغيتي تهرسيها حنا الكريك فاه نديرو نجيبو الفول نزيدو الكليله ونزيدو حبه نتاع الفلفله وشويه شحمه ونهرسوهم في المهرس مليح كي قريب طيب البربوشه ونلوحوهم ما تتشبعش. البنات وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله وفي فيديوهات اخرى. نتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش وتفعلوا الجرس وديروا جيم وتخليوا لنا دي كومونتير وتعاليق شابه ان شاء الله. ما جبتوش راح تقولوا لي في الفلفل هذا ولي جربوا ماذا بيه يحطوا في جروب الفيسبوك اللي هو يوميات العبداويه، وثاني حنحطه لكم في الانستغرام اللي تلقاه في صندوق الوصف. وان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يهنيكم ربي ان شاء الله يعطيكم واش تتمناو وربي يمدلنا وكل يا ربي حنين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله وما يعطيك حتى واحد الا سوى رب العالمين هو اللي يعطينا ان شاء الله. في امان الله في الامان.